السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello, welcome to learn Chinese. النهاردة هنتعلم كلمة جديدة، راديكال جديد وكلمة جديدة. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الراديكالز هي جذور اللغة الصينية، يعني لو شفنا كلمة فيها الراديكال ده يبقى الموضوع بيختص بالصنارة، معناها صنارة صيد. In English hook. Hook in Chinese جا 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 صنارة صيد hook جا. هي شكلها عامل زي السنارة، شوف السنارة عاملة ازاي، الحرف شكله عامل زي السنارة. يبقى نمسك القلم بتاعي على مرة واحدة نعمل كده جا، خلاص. There are some words and other words which has this letter. Later we will explain those. There are similar words, but the difference lies in the tone. This tone is ja. This tone, which is the first tone. Called ja ja ja, a high voice. This one ja is a third tone. Ja the fourth tone. Ja شفت النبل الفرق؟ ها ja جا جا جا. تاني جا، كاين واحد بيتعجب، دي واحد بيزعق جا، دي واحد بي 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 بيعوك صوته جا، دي واحد بيقولها مرة واحدة جا كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.